استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندريه بطريرك الكرازه المرقسيه سفيره داليا فايز السفيره المصريه الجديده لدى دوله الكاميرون في المقر البابوي بالقاهره وذلك قبل استلام السفيرة مهام عملها نهاية الشهر الجاري. وخلال الاستقبال تمنى قداسة البابا للسفيرة التوفيق، كما أعرب عن أمنيته كذلك بالتوفيق للمنتخب المصري لكرة القدم في مباراته اليوم بنهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون في هذه النسخة.